آمن أن يتسلق على أكتافه يودي بها إلى مزالة أمنية. وفي الوقت الذي ندعو فيه إلى ندل خلافات بين البلدان العربية وفتح أفق الحوار المخلص والصريح لتجاوز القطيعة بين بعضنا، فإننا نؤكد أن العراق حريص تمام الحرص على تنمية وجوده في حاضنته العربية الأصيلة وتطوير علاقاته مع أشقائه على أساس المصالح القومية والمنافع المشتركة واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ونأمل أن تكون هذه هي القاعدة الأساس في علاقاتنا العربية كلها من هذا المنطلق، فإننا نجد أن سياسة عربية موحدة تنفتح على محيطنا الإقليمي أولاً تقوم على أساس إدراك أن خطر الإرهاب والاهتزازات الاقتصادية والمصالح المشتركة تتطلب جهداً جمعياً مشتركاً وثقة متبادلة كعمدان القاعدة المثلى لمواجهة الأزمات المستفحلة في المنطقة، وتنعكس هذه السياسة على المحيط